الطعام ليس فقط شهوة اكتشفها الإنسان منذ بدء الخليقة، ولكن هو أيضا أحد أهم أسباب البقاء للجنس البشري. تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني ما لا يقل عن حوالي 45 مليون نسمة، أي ما يعادل 20% من السكان، من سوء التغذية وما يترتب عليه من مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية وحتى سياسية. وتؤدي إلى هذه المشكلة ثلاث عناصر رئيسية تمثل أضلاع مثلث أزمة الأمن الغذائي: مشكلة نقص الإنتاج الغذائي، ومشكلة الفاقد أثناء الإنتاج وما بعده، ومشكلة المهدر بعد الإنتاج. الطبيعة الصحراوية للمنطقة وندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والتصحر والزيادة السكانية المضطردة مع زيادة التحضر تسببوا في قلة المساحات القابلة للزراعة وقلة القدرة على إنتاج كميات كافية من الغذاء. وبالرغم من أنه كانت هناك بعض النجاحات في زيادة الإنتاج الغذائي باستصلاح الأراضي ورفع إنتاجيتها، إلا أن هذا لم يكن كافياً. ومما زاد من تعقيد مشكلة الأمن الغذائي في المنطقة هو الكميات الهائلة من الفاقد والمهدر من الغذاء. فلنتعرف سوياً على أسباب ومشكلات الفاقد والمهدر لنعمة الطعام. يبدأ فقد الغذاء من الحصاد، مروراً بالتعبئة والتبريد والتخزين والنقل. وطبعاً إحنا لو صرفنا في تعبئة المحاصيل فلوس كثيرة بنخسر إحنا على بال ما تصل للمستهلك، فعشان كده إحنا بنحاول بقدر الإمكان إنه نعبئ المحاصيل بأقل الخسائر، يعني بطريقة بدائية. ونسلقى هذاك السقاط لحق ما بين يوم يومين ركيت نقشفها شوية، إلا طوال تعدوا حتى 3 أيام ولا 4 أيام أو سيمانة ما عنده والو، إن هذه سلعة الماء ماشي شي سلعة جافة اللي غتصبر. السلعة كتقاس كتمشي، أي سلعة كما كنوح فواكه ولا خضار ولا مين فتضيع. يعتقد البعض أن تعبئة المنتجات عبء إضافي على كاهله، وخاصة إن اقترنت باستخدام وسائل حديثة في التعبئة. ولكن التعبئة السليمة تقلل من الفاقد وبالتالي يزيد العائد، لأن الأغذية المعبأة بشكل غير سليم تفقد بسهولة وتفقد قيمتها الغذائية وتكون سبباً في تفشي أمراض ومشاكل صحية عديدة. عدم استخدام طرق التبريد والتخزين السليمة لكل أنواع الأغذية لا يزيد فقط من فاقد الطعام بنسب عالية جداً كماً ونوعاً، بل هو أيضاً المتسبب الأهم لمعظم المشاكل الصحية العويصة في المنطقة الناتجة عن تناول أغذية غير سليمة. الفاقد من الأطعمة في السيارات المكشوفة أثناء النقل أضعاف ما يتم فقده في السيارات المبردة، وخاصة أثناء الصيف، بالإضافة إلى ما يفقد ويتلف أثناء النقل غير المجهز، وما يترتب عليه من عدم سلامة الغذاء وتفشي المشاكل الصحية. وبعد كل هذه المراحل من فقد الغذاء تبدأ مراحل أخرى للهدر مع وصول الغذاء للأسواق، مما يزيد من تدهور الطعام وفقده كما ونوعا. وبالنظر إلى أسباب المهدر من الطعام نجد أن القاسم المشترك بينها هي عادات وسلوكيات الأفراد وبعض المفاهيم الخاطئة والموروثة لدى شعوب المنطقة. أسواقنا العربية وبالأخص الشعبية منها غير مجهزة بالبنية التحتية الملائمة لعرض الأطعمة، وخاصة عدم استخدام العبوات السليمة وطرق التبريد المناسبة، حيث يقف الباعة بخضرواتهم طوال النهار ويفسد منها ما يفسد في نهاية اليوم بدون رقابة صحية مناسبة. فعلى سبيل المثال تفقد إحدى دول المنطقة من 15% إلى 23% من المحاصيل البستانية فقط في أسواق التجزئة والجملة.
احنا تعودنا على كده من زمان وامهاتنا ربتنا على كده، ما يبقى عندنا دومر يبقى فيه محاشي ويبقى فيه كفته ولحمه وفراخ، ومن غير كده بصراحه يبقى وشنا من الضيف الارض، يعني لازم يبقى كل الدنيا كل حاجه فيها يعني كل الاكل. يعني احنا هنا في السودان يعني في العوازيم وفي الافراح وفي الايتام وفي كل حاجه لازم نعمل العزومة دول أكل كتير والناس بتجي، ولو ما عملتي طبعا حيقولوا عليك أنت كذا كذا كذا، وفي إسراف كتير في السودان. لحم دجاج سمك وخضار فواكه، وكنضطر ملي كيمشي الضيف كنضطر بعض المرات نرميو الماكلة، وميمكنليناش نغيرو من هاد التقاليد ديالنا. جمل كثيرا ما نسمعها من ربات البيوت في المنطقة، الخلط بين الكرم والإسراف في مجتمعاتنا يهدر الكثير من الطعام ويحرم البعض من أن يصل لهم ويسبب مشاكل مستعصية. كثير من سكان المنطقة يعانون السمنة بسبب تناول طعام بسعرات حرارية أكثر من الحاجة، وهو ما يعتبر إحدى طرق هدر الغذاء. لو أنا بدي اشتري سندويش شاورما وانا الساندويش الشاورما مثلا قدرتي اكل سندويشتين او ثلاثه، وبروح بجيب اربع سندويشات، ليش هذا الشيء؟ تبذير، والتبذير حرام ما بصير. فائض الطعام الناتج عن سلوكيات غير سليمه هو حق لانسان اخر يعاني من انعدام امنه الغذائي وصحته وسلامته. وتخسر منطقتنا كميات هائلة جراء فقد وهدر الغذاء تصل إلى 20% من الحبوب و30% من اللحوم والألبان و40% من الأسماك و50% من الخضر والفواكه. قلة إنتاجنا للغذاء والكمية الهائلة التي تهدر أدى إلى جعلنا أكبر منطقة مستوردة للغذاء في العالم، وخاصة السلع الغذائية الأساسية مثل القمح واللحوم. تؤدي مشاكل فقد وهدر الغذاء إلى تزايد المشاكل الصحية المترتبة على قلة الغذاء أو فقد المكونات الغذائية، كذلك بسبب تدهور الغذاء وعدم سلامته جراء عدم تداوله بطرق غير سليمة. كذلك يؤدي فقد وهدر الغذاء لهدر كميات كبيرة من الموارد مثل الأراضي والمياه والطاقة والكيماويات والعمالة التي يتم استثمارها في إنتاج وتداول كل هذه الكميات المهدرة من الطعام. ولتحقيق الأمن الغذائي يجب كسر حصار هذا المثلث بالالتزام بحزمة من الأولويات. لا بد من جعل مشكلة الفاقد والمهدر من الغذاء جزءاً مهماً من البرامج والاستراتيجيات الفعالة لتحسين الأمن الغذائي في المنطقة، كما يجب زيادة الاستثمار في تقليل مشكلة فقد وهدر الغذاء، وخاصة فيما يخص استخدام نظم سليمة لتحسين سلاسل تداول الغذاء وتقليل مشاكل سلامته. تحسين البنية التحتية وخاصة تكنولوجيا سلسلة التبريد وكل ما يختص بزيادة القيمة المضافة للغذاء. يجب إعطاء الحوافز لتقليل مشكلة فقد وهدر الغذاء، وتحسين بناء القدرات، وتحسين برامج الإرشاد والتوعية. فالاهتمام الكافي بمشكلة تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة وبذل المزيد من العمل الجاد والتعاون سيساهم في استعادة النعم المهدرة. لنبدأ اليوم حتى نجعل من رحلة إنتاج وتداول الغذاء رحلة نعمة، رحلة آمنة.